دلوقتي هنتكلم على الفيت اوف ذا اورتيك ساك. اولا لازم نعرف ايه هو الاورتيك ساك. انا قلت لك قبل كده ان بعد الترانكس ارتريوزس اللي كان بيتقسم اسينج اورتا وبالمونر ترانك، في الابر بارت بتاعته بيحصل دايلاتيشن في الابر بارت يعمل لي حاجه اسمها اورتيك ساك. يعني الاورتيك ساك دي دايلاتيشن في الابر ان اوف ذا ترانكس ارتيوز. ادي هنا ترانكس ارتيوز ادتني الاسينج اورتا ادتني بالمونر ترانك، الدايلاتيشن اللي فوقها ده اللي بيعمل لي هنا الاورتيك ساك. ولازم تكون عارف ان الاسينج اورتا بيتصل بعد كده بالاسينج اورتا بتاع ترانكس ارتروزس بيتصل بالفورس اورتك ارش، وبعدين البالمون ترانك بعد بتاع ترانكس ارتروز بيتصل بالسكس اورتك اي ارش. دي معلومه لازم تكون عارفها، الاسينج اورتا تصل بالفورس اورتك ارش والبالمون ترانك تصل بالسكس اورتك ارش. اللي انا عايز اتكلم دلوقتي الترانكس ارتريوزس اللي هو الدايلاتيشن بتاع الابر بارت اللي هو الاورتيك ساك اللي هو الدايلاتيشن بتاع الابر بارت بتاع الترانكس ارتريوزس يتقسم مين ستيم هوم وبعدين رايت هور وليفت هور. مين ستيم رايت هور وليفت هور. لما نيجي نمسك الرايت هور الاقي الرايت هور ده بيكون لي ارتري بقى ده اللي هو اسمه براكيوسيفاليك ارتر اللي هو النومينت ارتر اللي هو هيتصل مع الرايت سبكليفيان والرايت كومن كاروتيد. ادي بقى ده الرايت هورن هيديني زي ما احنا شايفين يديني النومينت ارتري اللي هو يبقى كونكتد مع الرايت سبكليفيان والرايت كومن كاروتيد ارتر. اما المين ستيم بتاع الاورتيك ساك مع الليفت هورن بيشتركوا مع بعض ويكونوا بيشتركوا في تكوين ارش اوف ذا اورتا. يشتركوا في تكوين ارش اوف ذا اورتا. يبقى اقول كمان يبقى انا عندي الاورتيك ساك اللي هو الدايلاتيشن بتاع الابر بارت او الابر اند بتاع الترانكس ارتريوزس اسم المين ستيم ورايت هورن وليفت هورن. المين ستيم والليفت هورن يشتركوا في تكوين ارش بتاع الاورت، اما الرايت هورن يعمل رايت انومنت ارتري او يعمل انومنت ارتري لان انا ما عنديش ليفت انومنت ارتري بيعمله هو انومنت ارتري واحد يتحد مع الفورس ومع السيرد. الفورس اللي بيديني الرايت سبكليفير والسيرد بيديني كومن كاروتيد ارتري او الكاروتيد سيستم.